مساء الخير، هنشرح ان شاء الله مع بعض النهارده طريقه قص اغنيه او قطع اغنيه ببرنامج باور ام بي 3 كاتر. تمام، برنامج انا حاطط اللينك بتاعه تحت الفيديو على القناه بتاعتي على اليوتيوب. هتسطب البرنامج عادي بتاعك نيكست نيكست فينيش في الاخر، وبعدين حابب بس انوه على حاجه كده، وانت بتسطب هيظهر لك ايرور اثناء التسطيب او رساله تحذيريه، اقول له اوكي اوكي، افضل اضغط اوكي لحد ما يديك لانش للبرنامج او ريستار او ستارت للبرنامج، وافتح البرنامج عادي معاك. تمام، هيطلب منك سيريال، السيريال اهو انا حاطه جوه فولدر البرنامج، خده كوبي وبيست جوه البرنامج. هتفتح بعد كده البرنامج عادي من على الديسك توب. تمام، هنعرف البرنامج دلوقتي ازاي نقطع بيه اغنيه. طبعا اول حاجه هنا عندنا الشريط اللي فوق ده ستارت تايم، اللي هو الوقت اللي انت الوقت اللي انت هتبدا تقص منه الاغنيه. يعني مثلا الاغنيه 5 دقائق، انت هتقص مثلا من الدقيقه الثالثه، هتحدد هنا مثلا الدقيقه الثالثه، تمشي بالمؤشر لحد ما تبقى الدقيقه الثالثه. هنا نهايه الاغنيه اللي هي الاند تايم، هتقف مثلا من الدقيقة الثالثة للدقيقة الرابعة. أنا مثلا عايز أعمل أغنية مثلا لمدة دقيقة، خلاص هتحدد بقى هنا، تفضل تمشي لحد ما يجيب معاك برضه دقيقة. طيب أفترض مثلا دي أغنية وأنا عايز أقصها، هعمل إيه؟ هتشغل الأغنية أول حاجة. تمام، وبعد ما هتشغلها لازم تشوف أنت عايز منين لحد فين. أنا مثلا هبدأ من أول الدقيقة الأولى. تمام، حاجة هنا في تشيت البداية، وهقول مثلا قبل أي حاجة بس هتحط الأغنية الأول، هتقول له فايل وآد، هتختار مكان الأغنية. تمام، اتفقنا إن إحنا هنقص من أول الدقيقة الأولى، هتمشي بالمؤشر لحد ما تلاقي الدقيقة الأولى، عندك السهمين دول بيجري وبيرجع. تمام، طب أنا مثلا من الدقيقة الأولى عايز أقف فين؟ أقف مثلا عند الدقيقة 36 ثانية، هاجي بقى في الإند تايم هنا وأحدد الدقيقة 36، دقيقة 36 أهي. تمام، دقيقة 36 خلاص. هتيجي بعد كده هنا تختار المكان اللي هتنزل فيه الأغنية بتاعك، أنا مثلا هحطه هنا في الفولدر ده وهقول له أوكي. بعد كده هقول له كلمة كات، يعني اقطع أو قص. هيحمل معاك تحت، هو كده خلاص حملها. روح للمكان اللي أنت حطيت فيه النغمه بتاعتك، هتلاقي الاغنيه بتاعتك نزلت من غير اي مشاكل. طبعا البرنامج ما بيعليش الصوت عشان بس الناس ما تسالش طب ازاي اعلي صوت النغمه، لا البرنامج ما بيعليش صوت النغمه. تاني حاجه بيحولها لك او بيقطعها عادي بصيغه الام بي 3، ما بيقطعهاش لام بي 4 ولا ويف ولا اي ام ار ولا اي حاجه من دي خالص. تمام، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واستنونا فيديوهات تانيه كتير. مع السلامه.